شكرا لك دكتور. ونشرع في منافسة مزامير داود مع المتسابق رقم واحد القادم من ولاية تلمسان معاذ عجاج. يقيمه أو تقيمه الدكتورة ونجمة الشروق رضي هلال. وسهلا بابننا معاذ عجاج من قرية العجائجة من تلمسان. أعجبت بكلمة العجائجة، أريد أن أسأله هل تعج بحفظة القرآن؟ لعل لها تاريخ في هذا ولا لا؟ نعم. تلمسان معروفة؟ ما شاء الله. وولدنا معاذ 13 سنة ختم القرآن، يعني جديد العهد بالختم، صحيح؟ نعم. فقط في شهر سبتمبر 2018، فبالتالي إن شاء الله يكون مثبتا بحول الله. وعجاج أعجب به الجمهور من خلال البرومو الذي بث في قنوات الشروق، صوتك يعني كثير اتصل بي ويقولون ذلك الولد منحوه كثيرا، يقرأ كثيرا، تستجيب لهم إن شاء الله؟ إن شاء الله لك الفرصة إن شاء الله. طيب السؤال الأول يا معاذ، مستعد؟ اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بسم الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني أداء رائع واصل على هذا النحو. إليك السؤال الثاني يا معاذ، اقرأ من قول الله تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة،
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه أحسنت ما شاء الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. حفظك الله بني، شكرا لك. إذن إلى الموضع الثالث. أنت رائع يا معاذ، رائع جدا ما شاء الله. اقرأ لنا من بداية سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم حسبك بني مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم حسبك يا شيخ وصلنا الذي وصلنا أستاذة راضي أعتقد أني منذ 5 سنوات منذ أن اشتغلت على هذا البرنامج مزامير داوود أعتقد أننا اليوم وجدنا مزمار آل داوود في هذا العدد اكتشفنا معاذ عجاج وجدت المزمار الذي كنت أبحث عليه طيلة 5 سنوات ما شاء الله وأهل فن الأداء يعلمون ما يكتسي صوت معاذ من جرحة صوتية لذيذة تزيد القرآن بهاء وجمالا بهذا الأداء الرائع وسبحان الله مع صغر سنه لكن يتقن توظيف مع أنه إن شاء الله طريق طويلة سيتقنها أكثر في التوظيف يعني توظيف تلك البحة شيخنا نعم البحة أي نعم وجرحة في الصوت يعني
يعني تجعل القلب خاشعا، فصوت معاذ يعني اكتشفناه من التصفيات وكنا ننتظر منه هذا الأداء، وقد كان عند حسن ظننا الحمد لله. والحفظ تشاركوننا جميعا الحمد لله، حفظك ممتاز جدا، وتفننك في حتى في 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 التعاطي مع المقامات الصوتية رائع، وأيضا فقط في ناحية الأحكام الأصول يعني ما شاء الله تتقنها. قبل ما أسجل لك ملاحظة في الأحكام، أنت ممتاز في الوقف والابتداء، أعجبتني ما شاء الله. صحيح في الوقف والابتداء تفننت، يعني حيث كان الكثير مثلا يراعي الوقف الحسن عند رؤوس الآي، لكن أنت عندما وصلت مما تشركون من دونه وصلت، فأعجبت بك كثيرا يا بني. فقط راعي لنا القلقلات عندك، في بعض الأحيان تتقنها، في بعض الأحيان تشبعها بحركة ما قبلها أو ما بعدها. أيضا في الموضع الأخير لما قلت لك افتتح سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا وقبلها أيضا إني توكلت، أيضا في إتمام الحركات قل لشيخك علمني ما معنى إتمام الحركات، تتمها إن شاء الله. يعني وهذه الملاحظة هي في دقائق الأمور، أنت ممتاز شكرا لك. نعم أستاذة، وإذا تذكرت أنه العام الماضي أخوه عجاج محمد الأمين، نعم شارك معنا كان العام شقيقه؟ الماضي. نعم أخوه عجاج من تلمسان، صاحب الصوت الجبلي الذي قال عنه دكتور كمال جدا أنك، لا قلت ما اسم القرية؟ عجيجية، عجائجة تعج بأهل القرآن ما شاء الله. شيخ رضوان، أنت قلت هذا المزمار الذي كنت تبحث عنه، وأنا أقول لك هذه مسابقة مزامير داود، لا يزال هناك مزامير كثر إن شاء الله، ستجد الكثير سنكتشفهم. ليس المزمار الوحيد، سمعنا من قبل مزامير وما زلنا نرى إن شاء الله إن شاء الله، لكن ما شاء الله له بحة عجيبة. أهل الفن وأهل الغناء يبحثون يشترونها بالمال، لكن الله عز وجل وهبها لهذا الغلام الصغير. عمو يزيد يشاركك فيها. أي نعم نعم. الإنشاد. بحث قوية جدا. جميل جميل جدا. لو تستغل في هذا الشاب، لو يسجل له بعدين بعد أن يتطور في القراءة والإقراء وترعاه يعني هيئة رسمية تعنى بالقرآن الكريم وبالمقامات الصوتية، يكون توظيف هذه البحة يعني أحسن توظيف. عمو يزيد تعليقك ربما على. جميل والله، شيء جميل 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 جدا، صوت رائع 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 إن شاء الله. الأستاذة قالت تخشع له القلوب، أنا نقول المقرئ كي يقرأ القرآن ولحمك يتشوك يعني والقلب يخشع، هذاك هو يعني هذاك هو المزمار كما نعم. كما قلنا شيء جميل جميل جدا نعم. ولكن نقطة جميلة تكلم عليها دكتور، هي جميل أنهم تكون هناك رعاية من هيئة رسمية وهذه الأصوات تسجل جميل جدا جميل جدا كما تكلمنا مقبلة على الرعاية والمرافقة إن شاء الله، وستستمتع بالصوت.